بون bon, كيما شفتوا المقابلة المقابلة تلعبت تلعبت في النصف الثاني من من الشوط الثاني وين وين اللاعبين تاعي سول البلون فيزيك من الجانب البدني ما قدروش ما قدروش ما قدروش يشدوا في المقابلة لكن صراحة أنا ما شفتش ما شفتش فرق في الفرديات من الجانب الفردي يا با يا با ديفيرونس فيو كو اللاعبين تاعنا سي ميلونج اونتر اونتر دي, دي جون اي دي جوار ديكسبيريونس فرديا صراحه اللاعبين تاعي كانوا ملاح الجانب البدني هو اللي دار لا ديفيرونس مام سو تاكتيك كنا ملاح واقفين ملاح في التيران حنا الهدف تاعنا ماشي الكاس صراحه الهدف تاعنا ان شاء الله نكونوا فريق تنافسي في البطوله كما تعرفوا فريق ام القبه فريق فريق مكون وكون عدد من اللاعبين ولي تراديسيون تاعنا ما نبدلوهمش اليوم لعبنا لاعبين شبان برهنوا على الامكانيات تاعهم وان شاء الله ان شاء الله في البطوله يكونوا نكونوا نكونوا افضل